اي هسه هو حتى يسمع من عندك. انت كان عندك بيت وبعدين اكو جماعه اي هم بعدين غشوك وخذوا البيت قالوا لك عليه قص مو اي وطوك مليون مو اي طالما اجيب ستوته قبل ايش قد؟ زمان هاي صار له سنه ما صار اي والمليون انصرف راح راح اي طبعا. فاحنا اذا اعطيناك 50 متر هاي مالت ايتام يعني تقعد بيها اي شيخ راح نبنيها اكون كنت ممنون شيخ راح نحاول نذب لك مواد البناء على اليمن على ابني بناء على ابني هاي على ابني بناء على ابني ماشي على سو خطه ابني نفس اعطيها ما بات بيها لان هسه ما عنده مكان يبات ما عنده مكان يبات بيه فريد لفد مكان يستقر بيه لان يوم ببيت اخوه يوم ببيت اخته يوم ما حد يتحمل هاي بعدين انا ب 12 بالليل طلعت من بيت اخوي ب 12 بالليل اي زحمه مضايق شفت مضايق اكو تقعد مش بالشارع والله تروح الشارع وين اروح تستثقل ها تستثقل هاي الحاله ثقيله على الانسان ما اعرف بعدين انا ان شاء الله مالي ماوى يعني مالي ماوى هذا مكان ماكو بس عمي ماكش مال بس غرفه ما لي غرفه هسه لي غرفه حتى لو ايش يسوي لي قن والله قن لو قن اقعد بيه هذا هذا اسم هذا اسم هاي هي هاي ماشي يلا جزاك الله خير اسمع لا انا ان شاء الله انا ان شاء الله اذب لك بيها مواد واحاول انه شنو لا عم اشتغل بيها سويها انظفها اسوي بيها هو راح ندفنها ما اريد ادفن كشمال شيخ كشمال لا ادفن كشمال ما يمكن بناء هيك عجيب ما يمكن ما لا شيخ هو كش والله كشمال يلا خلينا ان شاء الله بس غرفه قاعد بيها هذا حتى لو بالقاع ايش ناصيه نقرا كل شيء ان شاء الله بالخدمه ان شاء الله